للحديث عن تفاصيل هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف من الدوحة الصحفي والإعلامي حسين دلي. أهلا بك سيدي. أهلا بكم. الميليشيات المدعومة من إيران كانت وما زالت تؤكد على أنها هي من قاومت الغزو الأمريكي، واليوم وزير الخارجية الإيراني يتنصل ويتهرب من نتائج هذه المقاومة المدعاة. هذا الحرج لإيران وميليشياتها، كيف ستخرج منه طهران؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. الحقيقة المراوغة الإيرانية، وهذا توصيف دقيق بما قاله اليوم أو قاله جواد ظريف عن نفي طهران لمسؤوليتها عن قتل الجنود الأمريكيين بعد أن كانت طيلة سنوات طويلة هي والميليشيات المرتبطة بها في العراق وما أكثرها من الميليشيات تتباهى بأنها قتلت مئات الجنود الأمريكيين، بل وتزعم كذبا وزورا أنها من تولت رأس مقاومة الجنود الأمريكيين والجيش الأمريكي خلال أيام الاحتلال بين 2003 و2011. هذا التنصل حقيقة يأتي في إطار الضغوطات المتبادلة بين واشنطن وطهران بعد التصعيد الذي نشب بين الطرفين خلال الأشهر الأخيرة، وخاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة والقرار الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء المشاركة الولايات المتحدة في موضوع الاتفاق النووي مع إيران. نعم. ولذلك يسعى الطرفان لجر الآخر إلى ساحة مغايرة عن الساحة التي يلعب بها، وممارسة الضغوط عليه بغية دفعه إلى التراجع عن مواقف سابقة. لا ننسى طبعا أن أصل الموضوع هو قول براين هوك المبعوث الأمريكي الخاص لإيران قبل أسبوعين بأن الولايات المتحدة رفعت السرية عن معلومات تفيد بأن إيران وميليشياتها وخاصة الحرس الثوري سواء في العراق أو في حتى مشاركة الحرس الثوري الإيراني نفسه في الداخل العراق بقتل أكثر من 608 جنود أمريكيين خلال 8 سنوات. بالحديث عن هذه الميليشيات، يكثر كذلك الحديث عن مقاومة هذه الميليشيات للغزو الأمريكي. إذا لم تكن ضد الغزو الأمريكي، كانت ضد من؟ هذا ربما لو نقرأ هذا التناقض في تصريحات ظريف اليوم في لقائه مع قناة فوكس نيوز الأمريكية. يعني كما قلت، من الواضح ان في اطار الضغوط الطرفان يحاولون التنصل. الكل طبعا الذين تابعوا الشان العراقي خلال السنوات ال15 الماضيه يعرف من قاوم الامريكان، هي مقاومه سنيه بحته، واي مواجهه بين ميليشيات ايرانيه او ميليشيات شيعيه في العراق ضد الامريكان لم تكن الا من باب ذر الرماد في العيون، وكانت فقط للشوشره أو للتغطية على الموقف الشيعي العام بمحاباة الأمريكان بغية استلام السلطة في العراق. لكن بعض الميليشيات تحاول قلب بعض الحقائق، وكانت تتباهى كما قلنا وتزعم زورا خلال السنوات الماضية أنها قاومت الأمريكان وأنها هي المسؤولة عن طرد الأمريكان بالعراق، وهذا الأمر كذبة. لا يقصد هذه الضغوطات بعد تصاعد التوتر الولايات المتحدة وإيران، يحاول وزير الخارجيه الايراني نفي مسؤوليه ايران عن اي من تلك العمليات التي كان الحرس الثوري وقاسم سليماني يتباهى بان ايران داعم رئيسي للمقاومه الشيعيه ضد القوات الامريكيه في العراق. لا ننسى ان هذه الضغوطات اليوم تتبلور بعده اشياء. طهران هددت قبل يومين بانها ستمنع مرور النفط الخليج من مضيق هرمز، هددت بأنها ستدفع المرجعيات الشيعية في العراق لإصدار فتاوى بتكليف الميليشيات الحشد الشعبي بممارسة الضغط على الأمريكان، بل أنها كلفت مندوبية في البرلمان العراقي لاستصدار قانون بإخراج القوات الأمريكية من العراق. في المقابل الولايات المتحدة فرضت حصار نفطي على إيران، وهي تحاول دفع العراق للالتزام بهذا الحظر النفطي على إيران بغية من تمويل الحرس الثوري الإيراني و حصول إيران على المليارات التي تكفل لها توسيع أنشطتها في المنطقة. فالأمر هو ضغوطات متبادلة بين الطرفين، وأدركت إيران أن الحصار النفطي سيؤتي كله بعد أن بينت الأرقام الأخيرة أن إيران فقدت على الأقل خلال هذه الفترة الوحيدة من فرض الحصار ما لا يقل عن 10 مليارات دولار من وقف إمدادات النفط، وبالتالي إيران تحاول
مد اليد الناعمة في سبيل وقف التوترات والضغوطات مع الولايات المتحدة. يتساءل كثيرون عن الفتوى الدينية التي اعتمدت عليها هذه الميليشيات، وإيران أيضا خلال ما تقول إنه مقاومة للغزو الأمريكي، خاصة وأن موفق الربيعي يقول إن السيستاني طلبهم جميعا بالتعامل مع الأمريكيين على أنهم ضيوف على العراق، كيف تفسر ذلك؟ طبعا هو الامر لا يحتاج كلام من موفق الربيعي، كل العالم يعرف العراقيون على وجه الخصوص ان موقف علي السيستاني المرجع الاعلى الشيعي في العراق كان موقف المداهن للقوات الامريكيه، وواضح ان كل المرجعيات الشيعيه في العراق لم تصدر اي فتوى بمواجهه القوات الامريكيه. الشذوذ الوحيد كان تصرف الجماعه التابعه لمقتدى الصدر، وهذه كانت لان الامريكان هو حاول ان يظهر بانه على خلاف مع السيستاني، لان مرجعيته ومرجعيه محمد صدر من القديم تختلف عن مرجعيه السيستاني، ولكن الامر كما هو يعرفه العراقيون ان الميليشيات الشيعيه ان الاحزاب الشيعيه كانت متواطئه وعلى علاقه وثيقه مع الامريكان، وهم الذين رتبوا قبل الاحتلال كيفيه تسلم السلطه وكيفيه مواجهه الواقع الذي سيتعامل به الامريكان مع الاحزاب التي تفاوضت معهم من قبل في كيفية تسلم السلطة ومحاولة تغيير النظام وترتيب الوضع في العراق لكي تجري الأمور على ما يريدون ويخططون. لكن المقاومة السنية الباسلة، المقاومة السنية التي يفتخر بها كل عراقي، كانت لهم بالمرصاد وأوقفت هذا المشروع الذي كان سيجعل العراق مرتكزا أمريكيا. نعم. ولكن اليوم بعد كما قلنا الضغوطات الأمريكية والخلاف الأمريكي الإيراني على مقدار الرقعة التي يتحكم بها كل طرف في الخليجي التي أدت إلى أن تفتضح هذه الأمور، أمريكا تكشف معلومات سرية وإيران تتنصل من تلك الأمور التي كانت تتباهى بها، وهكذا تفتضح الأمور وينكشف سر العلاقة بين الطرفين في السنوات الماضية. في هذا الصدد، ووفقا لوثائق ويكيليكس التي كشفت أن الأمريكيين والمالكي أنشأوا فرق الموت الخاصة الطائفية لاستهداف المقاومة العراقية وحواضنها الاجتماعية، برأيكم كيف يتم الحديث الآن على أن هذه الميليشيات هي من تصدت للغزو الأمريكي؟ يعني لا شك ان ما كشفته ويكيليكس في السنوات الاربع الماضيه عن دور هذه الميليشيات الحقيقي وما سبب تشكيلها وتنظيمها خلال تلك الفتره، والان يكتشف اكثر. طبعا في السنوات الماضيه واضح انها كانت خنجر بيد القوات الامريكيه واستخدمتها القوات الامريكيه بعد ان اثارت الطائفيه في عام 2006 بعد حادثه المرقدين، وكان هناك تأطيب واضح ان هذه الميليشيات ستنطلق بعد تلك الحادثه المدبره في هدم المرقدين، وانطلقت بعدها العنصريه الطائفيه بهدم المساجد، باحراق المساجد، بقتل الائمه، بقتل كل من يدعم المقاومه السنيه، بمواجهه الحواضن الرئيسيه في نتكلم عن فلوجه والرمادي، مناطق شمال بغداد، في الموصل، في دياله، حتى المناطق المعروفة بحزام بغداد نالها أشد الأذى بسبب احتضانها المقاومة السنية التي أذاقت الأمريكان الويلات. وبالتالي كل المحللون والخبراء كانوا يجمعون على أنه تم توافق بين الأمريكان في عمليات الاعتقال والمداهمات والميليشيات في عمليات الاغتيال واستخدام الشرطة في حينها لعمليات التصفية الطائفية ضد المقاومة السنية والمنتمين لها. إلى اليوم هناك ما لا يقل عن 40 إلى 50 ألف معتقل في السجن العراقية. هذا الدور الذي مارست الميليشيات في تلك الفترة اليوم يتجلى بصورة أكثر بتشريع قانوني. نعم. عبر تشكيل الحشد الشعبي كجهة ثالثة ضمن القوات العراقية. نعم. وإعطائها السلطة لتتحكم في المناطق السنية اقتصاديا وسياسيا وأمنيا. شكرا جزيلا لك الصحفي والإعلامي حسين دلي، كنت معنا عبر الهاتف من الدوحة.